الحياة فام زهرة الحياة. يا عسلمة، مرحبا مرحبا بكم في القروان. احنا بلاد الجود والكرم، الليلة ليلة موسم. اول حاجة احنا نسركوا الكل فقير والغني يطيبوا حشك عشا الموتى، اللي عنده ميت يخرجوا، اللي يستحق يخرجوا، اللي محتاجش الخاصة ذي الناس كل طيب كوسكسي أبار الشربة والبريك والكل بالحمل علوش. أي ما يخرج كان بالحمل علوش. كل فقير والغني، الناس كل تموسم، الناس كل عندها الموتى الله يرحم الموتى. أنا عندي بابا وامي الله يرحم. فما اللي ما يقدرش باش يطيب يخرج فلوس، مثلا قدر شنو العشاء اللي باش يخرجوا. فما اللي خرج كوسكسي مثلا وطماطم ويوي، معناها عشاء ني. واللي طيب ينجم يطيب يطيب ويخرج. ونورمال ما هو يخرج الليلة، اللي خرج كل ليلة خرج عشاء لأي حد، أما الليلة خرج طبق كامل اللي تاكل منه أنت، إن كان سحور يا غورت ولا وبريك كيما طاولتك أنت كيما طبق اللي تخرجه. ونحن مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله أمة محمد الكل ليلة الموسم بخير وبهناء، وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير. أنا اسم السيري، نخدم فوندير في حانوت بودان. هي والله ليلة النص معروفة، معناها ليلة مباركة، وناس ماك تعرف يستبيختوا بها ليلة مباركة، يعبدوا يشريوا الذهب يجيوا يختاروا، معناها كل اللي مش يعملوا فيونساي ثاني عيد هكا، واللي مش يلبس ليلة 27 يبداو من ليلة النص تبدا الحركة. نبداو نحن ديجا معناها ليلة، إن شاء الله مش نتوكلوا على الله نحلوا، وإن شاء الله ربي يسهل، وإن شاء الله معناها يكون موسم باهي وكا. جلال بن هنية، والله يا سيدي رمضان عنده صورة خاصة في على جميع أنحاء العالم، نحتفلوا به ياسر، نقيموه ونتحدثوا فيه، نعملوا فيه خاصة ليلة النص هذية. لابد اللي عنده ميت الكل لابد باش تفكروا، لابد باش تفكروا، خرجوا العشاء، الناس كل تخرج عشاء. نص طيب كسكسي، كسكسي ولا بد من الكسكسي، ولا بد من الكسكسي. كان ما تهبش كسكسي راي حاجة ما تجيش، لابد كسكسي. القراوي كلها طيب كسكسي، ما عرفش توا تبدلتش الأمور، أما اللي خلقنا ربي ما نطيبوا إلا كسكسي، في المواسم ما نطيبوا إلا الكسكسي. الكسكسي بتاعنا خاصة الزمنه كالخمحة كالنملة كالرب عليها، اللي خلقني ربي من اللي خلقني ربي، حتى كنطيبوا حاجة أخرى في دارنا شو نطيبوا؟ لابد باش نطيبوا كسكسي، ما نطيبوش حاجة أخرى، مقارونة ولا مرق ولا كذا سلايت وكذا، أما ما نخرجوا إلا كسكسي، ومتأكد منه هذا من اللي خلقنا ربي، ما نخرجوا إلا الكسكسي. والله الرب عليه، والله جو كبير ياسر، الناس بالصباح فازة تقضي مشوارها من بلاصة لبلاصة، الدنيا كلها معبية صراحة، حتى البرينية، حتى أهل الريف راهو يهبطوا البلاد راهو في ليلة النص في الموسم هذا، فهمني، يهبطوا شو زهومة خاصة، يركزوا ياسر على الزهومة. الحواتم ما يخدموش في شو اسمه في 15 هذا الموسم هذا ما يخدموش الجميع ليلة النص، تو ما عادش باش يرتاحوا بكروشهم، تو مش تلفتوا شوية للبسة والحجامة ولا المواسم اللي عنده خطيبة واللي عنده خطيب، هذا كله والصيغية، تو مش تتلال الصيغية ولا المر القماشة والنحيسية إيه مش تاع الماسك تاع الماسك، هذوما مش يبدأوا الماسك، هذوما توا نحاسيه خدمة مرتين، أول رمضان هذاك باش قصدر القراوي كلها تمشي تقصدر نحاسة، توا في آخر رمضان اللي عنده خطيبة واللي عنده برنامج باش يعرس بعد رمضان وكذا يمشي يهز الموسم تاعو يقول نهزو نحاس. بسم الله الرحمن الرحيم، هشام بن محمود بن عياد، تاجر الأصواف، صنعة تقليدية بجميع أنواعها، إن شاء الله نقولوا نحن مازلت البركة، إن شاء الله الاحتفالات ديما نقوموا بها جيل بعد جيل، ولله محمد رسول الله، وإنسان ما يأيشي، ورغم الاقتصاد ورغم دورة الاقتصاد مش هي، نقولوا نحن ناقصة من غلو الأسعار ومن فقدان المواد الأساسية الغذائية، فهمني، وناس نقولوا نحن نقولوا نحن رمضان مش كما نعرفوه قبل فاوح. احنا اليوم نحكيو على ليلة النص، ليلة النص ان شاء الله يكون احتفال به، ان شاء الله نحتفلوا به احتفال جيد، وان شاء الله نقولوا نحن زادة بعض الجوامع يقوموا زادة بالاحتفال، نحن عندنا الجامعة العوانية يقوم بالاحتفال، وفما جامعة زادة بجنبه وجامعة الأنصار تفهم فيها، فما جماعة قاعدين قايمين بزادة بالشؤون السيادية بالواحد، وإن شاء الله ربي يوفق وليد. ليلة النص وليلة 17 تاع غزوة بدر وليلة 27 فهمني، حتى برشا ناس يجيو حتى من برا، يعني برشا قرى في الساحل، من طبولبا، من بقالتا، من لمطة، من خنيس، من مستير، يابتو يجيو، أما شنو الأغلبية يجيو ليلة
ليت 17 ليت نكون نحن تاع غزة بدر ويجيو ليت يعني 27 يجيو الجمال كبير تلقى احتفالات نقولوا نحن نتاع 27 خير ما نقولوا نحن اكتظاظ برشا الناس تجي فهمني والدور حركيه مثلا يعني في البلاد وشراء وكذا فهمني وان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله وليدي. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.